أقام مكتب الثقافة بمدينة تعز فعالية تأبين نجم الدراما اليمني الفنان الراحل عبد الكريم مهدي الذي وافته المنية في منتصف مايو الماضي إثر إصابته بذبحة صدرية. مدير مكتب الثقافة في المحافظة عبد الخالق سيف قال في تصريح لقناة يمن شباب إن هذه الفعالية تأتي وفاء وتقديرا للراحل مهدي باعتباره أحد رموز الثقافة في تعز واسما لامعا كان له حضوره المتميز في فضاء الدراما اليمنية والذي سيظل ذكرى جميلة في قلوب كل جماهيره. للحديث أكثر عن هذا التأبين ينضم معنا عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة في تعز. سيد سيف أهلا وسهلا بك. إذا تعز تؤبن هذا الفقيد للفن اليمني، كيف كان هذا التأبين وكيف أحييتم هذه الذكرى؟ بالتأكيد أن الفنان ونجم الدراما اليمني الراحل عبد الكريم مهدي أيقونة وطنية، ولذلك جاء التأبين بحجم مكانته بحجم إبداعه بحجم تعز بحجم الوطن وبحجم كوكبة كبيرة تمتد على هذه الجغرافيا الوطنية تقاطرت بكل محبة ووفاء لتحتفي به لتبكي عليه مجددا لتسطر قصة جديدة من انتمائها ومحبتها لهذا الأيقونة الذي فعلا أصبح هدية تسكن كل قلب مبدع ومواطن رأى في كريم صوتا للحقيقة، صوتا للمظلومين، صوتا للسعادة وللفرح. لذلك كان العنوان الأبرز لهذه الفعالية إبداع حي وقلب لم يتوقف. صحيح أن الذبحة والأزمة القلبية أخذت منا هذا النجم الكبير، لكن قلبه العامر بالمحبة العامر بالإبداع الذكرى التي تركها لنا والإرث الفني الكبير سيظل حيا ما شاء الله له أن يكون. نعم، حجم الفراغ الذي يعني خلفه رحيل الفنان عبد الكريم مهدي. بالتأكيد أنه ترك فراغا كبيرا، أعتقد أن كلمة اليوم التي ألقاها عن الفنانين وعن أصدقاء المرحوم الفنان عامر البوصي ركزت على هذه النقطة، على 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 هذه الطعنة التي فعلا غاصت عميقا في وجداننا. مكانه شاغرا وسيظل شاغرا إلى فترة كبيرة جدا. هو فنان عمد هذه المكانة بسنوات من الاجتهاد والتعب، بسنوات من الصدق، بسنوات من البحث عن الأدوار الجيدة، بسنوات من التميز. لذلك حفر اسمه في سماء كبيرة جدا، كلما نظرنا إليها رأينا اسمه منقوشا عليها وهو يبتسم ويقول أتمنى أن تملأوا هذا الفراغ، إلا أننا لا يمكن أن نملأه إلا بعبد الكريم مهدي، مع إيماننا أن هذا الوطن ولاد بالإبداع وفيه كثير من الرموز. لكن يظل عبد الكريم بمسيرته بعطائه باجتهاده بسنوات إبداعه التي فاقت ربع قرن، ترك مكانته محفورة في وجدان وذاكرة الثقافة والفن على مستوى تعز والوطن. مكتب الثقافة بتعز.